أراد جماعة أن يصلوا على جنازة في المقبرة قبل أن تدفن، فأنكر عليهم أحد الأشخاص داعيا لهم أن يصلوا عليها بعد الدفن، وأن الصلاة عليها قبل الدفن في المقبرة لا يجوز، فهل قوله صحيح؟ هذا جاهل، هذا جاهل، ولا يجوز له أن يتكلم بما لا يعلم. صلى على الجنازة قبل الدفن وبعد الدفن، والصلاة عليها قبل الدفن أحسن، لأنه صلاة على الجنازة مباشرة، فهو أفضل من الصلاة عليها بعد الدفن. نعم، أنا قلت لكم هالفتاوى هذه يجب أن أصحابها يتقوا الله، وأنهم لا يتعرضون للناس ويقولون هذا حلال وهذا حرام وهم ما يعرفون، يقولون من أفكارهم ومن أدمغتهم فيضلون الناس والعياذ بالله. نعم.